عشان نحضر حالنا يا شباب للكاس، كاس الجليد اللي جاي ان شاء الله. واحنا اخترنا هاي البلدية من اجمل مناطق في ايطاليا، من اجمل مناطق في ايطاليا ومن اجمل مناطق في ايطاليا. واحنا زي ما قلت لكم ابونا ليلو صار عازمنا على سيتي جاي انه نطلع نفرح. فهذا كان عنوان الاشي لا العنصرية، وحكى بشكل انه هاي المدرسة تضم، بلاش نحكي على ديانات وطوائف، بس احنا الموجودين في الجليل وكيف احنا بنعلم غيرنا انه نتعايش بسلام، ونعلم غيرنا كيف نعيش بسلام مع القريب. ابونا لينو من خلال كرة القدم، انا بس بدي احكي شغلة قبل ما اعطي الميكروفون، طلبت من اولادكم يقولوا كلمة لابونا لينو. انتوا بتعرفوا في ولد من الاولاد او صديق اللي حكى ابونا دائما عن محبة الله لإلنا. ولد قال احنا شفنا فيك يا ابونا المحبة هاي اللي عم بتعطينا اياها. انا عفتني كيف بدي اكثر من هذا الشيء. شاب قال يا ابونا لينو انت حبيتنا كيف احنا، حتى احنا وكل واحد بيختلف عن التاني، بس انت حبيتنا. انت لعبت معنا جول عشان تتقرب لنا. فهذا الاشي كان الحلو. الناس اللي جندوها في ايطاليا عشان يخدموا اولادكم، كان يجي طفولنا. يعني اطيب اكل، اطيب فواكه، اطيب حلال، كنا ناخذها يوم بيوم من اهل ايطاليا. فبفكر انه كمان انا بدي ادعي من هون انه اذا شباب من ايطاليا رح يجوا بشهر 4 انه يلاقوا بيوت وقلوب وما نتدمرش. ما نتدمرش.